طيب شباب، المرة الماضية أخذنا مجموعة من التولز اللي من خلالها نقدر نعمل الستيغانوغرافي. أخذنا الداتا، ممكن تكون تكست، ممكن تكون ملف عادي، ممكن تكون ايمج، ممكن نخبيها خلال ايش؟ كارير. الكارير هذا شو ممكن يكون نوعه؟ ممكن يكون صور، ممكن يكون فيديو، ممكن يكون تكست، ممكن صراحة يكون ايش؟ أي شيء من الأشياء هاي. طيب بالغالب احنا لما بدنا نخبي الصورة، اوكي، من ناحيه الاتاكر هدفي اني اخبي داتا جوا الكارير. طب انا مرات اذا بشتغل كديجيتال فورنزيك او كناس بيعملوا كلو تيمينج او ناس بحاول يكتشف حدا مخبي داتا، حدا مساوي شيء واو الى اخره، بدي اجي ادور هل الكارير هذا، او خلينا نحكي الستيجو تكست، هل في جواته ايمج، هل في جواته تكست فايل، هل في جواته شيء. طبعا في عندنا اكثر من تول، في عندنا الستيج هايد، طبعا الحلو في الموضوع اي تول بالغالب الكالي بيعرف من وين يعملها داونلود. اذا بتكتب له اسمها، اذا ما كانت معمولها انستليشن لوكالي، شو تقترح عليك مباشره انه ايش بدنا نعمل، ايش انستليشن تبعها. فكل اللي عليك تكتب ستيج هايد مع الهيلب تبعها داش داش هيلب، وبتشوف ايش الاوبشن. طبعا التول هاي شرحناها سابقا في ماده ال 230، واصلا اوريدي انا ايش شيرت الفيديو موجود معكم تبع المره الماضيه. الفكره ببساطه، اذا بدي انا اخبي في عندي ايش سنتاكس معين، اذا بدي خلينا نعمل اكستراكشن، بالغالب شو بدور انا؟ بحط الستيك هايد، بعدين اكستراكت، بعدين ايش الشيء اللي بدي اعمل له اكستراكشن، بعدين ايش بحدد ايش الفايل اللي بدي اياه. فكل اللي علي انا بعطيها الاكستراكت اوبشن. شو الشيء الثاني اللي بعطيها؟ بعطيها ايش اس اف، عشان ايش الستيجو فايل اللي بده يدور وين خلاله. طبعا في عندنا هون اكزامبل، هاي الصوره لو اجينا مثلا سيفناها، واحد ورحنا ليش الكواليتي؟ لحد الان يعني كل الصور اغلبهم هو، لانه شو بيسوي؟ بدخل داتا جوا الكارير، هاي اول شغله. الشغله الثانيه بيعمل عليها كومبريشن، وبيعمل عليها اكثر ايش من ترانزميشن، او اكثر من طريقه. هاي شغله. الشغله الثانيه، لكن اذا كانت الصوره عندك خلينا فل اتش دي، فما راح تلاحظ في هذا ايش الشيء بالاصل. يعني اذا الصوره بالاصل كانت هاي كواليتي وفيها فريمز كثير وفيها ديتيلز كثيره، صعب جدا انها تقول لي ايش الكواليتي. فهي شو ليش بترجع؟ ترجع لاكثر من شغله، ترجع للتولز اللي بنستخدمها، ترجع كمان للانكربشن الجوريثم، ترجع لاشياء كثيره، حجم الداتا اللي بدك تخبي جواتها، هل بنعمل انكربشن ما بنعمل انكربشن، هل بنعمل ريترانسفورميشن للاشياء اللي بدك اياها. ففي عندنا صراحه كثير من ايش من الاوبشنز، من الاوبشن هاي. قصدك انه مثلا ممكن الداتا اللي اخذها بيوزعها في اجزاء مختلفه من ممكن. شوف، هاي صراحه ما بقدر اجاوبك او اعطيك جواب قطعي. ليش؟ لان هاي بتختلف من تول لتول، من ديفلوبر لديفلوبر ثاني. فهاي صراحه ما بقدر يعني اعطيك جواب قطعي ايش فيها. طب بنروح على الداونلودز تبعنا، بعدين ايش شوف لنا الصور تبعتنا اللي هي اللي مخبيه ايش جواتها الداتا. بالغالب احنا كنا نشوفها من خلال الجيم. طبعا انت فيش داعي تشوفها من خلال الجيم، بتروح على الداونلود بتلاقيها هي موجوده. الكواليتي تبعها هي اصلا، الكواليتي تبعتها اصلا مش عاليه بالاصل. تمام، نيجي على التول تبعتنا اللي هي الستيك هايد، بعدين داش داش اكستراكت، بعدين ايش الايمج. طيب داش داش اكستراكت هيك مضبوطه. تمام، الان هو شو بيطلب منك؟ باسورد. ممكن يكون معي باسورد وممكن ايش ما يكون معي باسورد. فاحنا خلينا نفترض انه ما معنا باسورد، اوكي، نعطيه انتر. لاحظ شو طلع لك،
طلع لك انه في فايل مخبى جوا الصوره اسمه flag.txt. نعمل ls، لاحظ هو عمل له extraction. هاي صراحه من ضمن كل اللي عليك تكتب كات وبتعمل ايش flag.txt. طبعا ايش بيفرجيك انه في شيء مخبى جوا هاي الصوره. هاي مثلا من ضمن ايش التولز اللي اخذناها. في عندنا مثلا من ضمن التولز كمان في عندنا الستيج كراكر، برضه هاي من التولز اللي ايش نقدر نعملها داونلود. يعملها داونلود. طبعا حلو هاي في التول تحتاج انت شغلتين. اول شغله بتحتاج تعطيها الستيجو تكست مباشره. شو بتحتاج تعطيها الشغله الثانيه؟ اللوكيشن اللي بيروح يدور ايش؟ يجرب البروت فورس اتاك تبعه، تمام؟ طيب احنا جوا اللينكس جوا الكالي وين في عندنا؟ في عندنا اذا بتذكروا المره الماضيه جوا اليوزر جوا الشير في عندنا ووردلس، صح؟ اذا بنعمل ls في عندنا ملف بالاصل اسمه rocio.txt. هو بالاصل مش هيك اسمه، هو اسمه rocio.txt.gz. طبعا كل اللي عليك عشان تفك الضغط تبعه كل اللي عليك gzip داش دي وتحط ايش اسم الباكج اللي عندك 100%. طيب الان كل اللي علينا بنحط الستيج كراكر. شو بدنا نعطيه؟ نعطيه شغلتي او شو بدنا نجيب الصوره من ضمن الصور اللي موجوده عندنا. خلينا نشوف الصوره هاي. هاي اثنين. هي وين كانت موجوده؟ بعدين بنعطيها ايش المسار اللي هو اليوزر شير وورد ليست والداتا بيس تبعتك. بعدين هو ببلش ايش؟ ببلش يعمل ايش؟ البروت فورس ايش؟ اتاك تبعه على الليسته اللي موجوده هون. على الليسته الموجوده بالصوره؟ لا الليسته اللي موجوده اللي هي هسا انت شو في عندك؟ في عندك قفل اوكي وبجيبك ايش؟ كم شيت مفاتيح. شو بدك تسوي انت عشان تفك القفل؟ بدك تجرب المفاتيح. هاي المفاتيح هون شو هي؟ اللي هو اسمها في الروكيو. هي عباره عن وورد ليست مشهوره فيها كثير من الفايلات. طبعا صراحه موضوع البروت فورس بيعتمد صراحه على المواصفات تبعت الكمبيوتر تبعك، بيعتمد صراحه على حجم الداتا بيز اللي انت كمان ايش بدك تعملها او عدد الكلمات اللي انت كمان بدك ايش تجربها. طبعا انا جربت اكثر من واحده. في واحده مثلا بتذكر ظلت معي اتوقع 5 ساعات او تقريبا 5 ساعات. يعني شغلت الجهاز مثلا بالليل عملت له بعدين طفيت الجهاز ثاني يوم شغل يعني كملت اخذت مني تقريبا حوالي 5 ساعات. لانه الباسورد ما كان باسورد من السهلات، كان فيه ابر ولور وسبيشال كاركترز و الى اخره. هاي مثلا من ضمن الشغلات اللي انت بدك تجربها. في عندنا كمان عندنا صورة ثانية اتوقع هاي الصورة. طبعا انت
بامكانك كمان تعطيها ايش مش نفس ايش الورد ليست، لانه صراحه ممكن تكون ايش الداتابيز اللي عندك او الورد ليست تبعتك ممكن تكون ايش قصيره. فاصلا في واحده ثانيه في عندنا السمول اتوقع لا هون هون سكرهم كاملين وايش وما قدر يجيبها. والله اني ما بعرف العدد، ممكن ممكن لاحظ هنا قدر يجيبها قديش بالضبط. فاصلا شو سوى هو بعدين؟ فك لك اياها وحط لك اياها في ملف اللي هو دوت ايش اوت. ليش فاتح؟ احنا بنفس اللوكيشن صح؟ طيب طبعا بتلاقي عندك هون كلمه ايش استاذ. والناس اللي بتشارك مسابقات كابشر ذا فلاج والى اخره هون هذا صحيح انه سيكريت مسج بس قد لا يكون الشيء ايش النهائي. طبعا هون تصير انت بدك تدخل ايش على موضوع الانكربشن او موضوع الداتا انكودينج. فهذا على سبيل المثال ممكن يكون خلينا نحكي بيز 64 ممكن يكون بيز 16 ممكن يكون روت 13 او روت 12 او 11 بغض النظر. في عندك صح كثير من الكلاسيكال انكربشن الجوريثم بدك تجرب الشيء ايش المناسب لك. طيب خلينا احنا نرجع لوين؟ الاخر اخر جزئيتين من الشابتر هذا في عندنا الكفرنج للتراكس اللي انت بتقول لما انت شباب تعمل هاكينج للسيستم بغض النظر عن الاليه وبغض النظر عن الطريقه. الان انت جوا السيستم اول شغله انت بدك تفوت شو بدك تسوي؟ بدك تحاول تخفي الاثر تبعك بحيث انه لو اجى واحد ما بيقدر يتبع وراك وبلقط اشياء تثبت انه ايش انه انت كنت موجود. ممكن لا قصدي انسان الباك دور، الباك دور حط لي على ايش جنب، بس انت بالنهايه الاثار تبعتك اللي انت جوا السيستم بدك تحاول ايش تخفيها، والشغلات اللي سويتها جوا السيستم بدك تحاول ايش تخفيها. فهاي الفكره. فانت الان اجيت اخذت كل شيء بدك اياه من السيستم، الان انا بدي اعرف شو الحركات اللي انت سويتها على السيستم. فمن ضمن هاي الاشياء انت كل حركه بتسويها على السيستم بتكون ريكوردد. وين بتكون ريكوردد جوا الكمبيوتر؟ في شيء بنسميه اللوج فايل. اللوج فايل كل حركه بتسويها على السيستم بتكون ايش موجوده. طبعا اذا بنحكي عن الويندوز الانتي اف اس فايل سيستم، الانتي اف اس عباره عن جورنالينج فايل سيستم. شو يعني؟ يعني كل ترانزاكشن كل حركه بتصير على السيستم بتكون ايش ريكوردد. فالناس اللي بتعمل ديجيتال فورنزيك بتستند لهي الاشياء حيث انها تثبت الاشياء اللي انت سويتها. الشغله الثانيه شغلول الشغله الثانيه بالغالب انت كاتاكر بدك تحاول تعمل كم ثلاث شغلات بتعمل ديسيبل لموضوع الاوديتنج انه لما يجي واحد وراك يعني شو اساس انت بتروح من السي للدي ومن هاي الحركات السيستم اصلا بيكون يتبع وراك. فانا السيرفيس اللي موجوده في الكمبيوتر هاي شو بدي اسوي فيها؟ بدي اطفيها بدي اعملها ايش ديسيبل. برضه اذا كان في لوجز على الكمبيوتر تبعي بدي شو بدي اسوي؟ بدي امسح ايش اللوجز. الشغله الثالثه ممكن ما امسح اللوج ممكن اكون حدق شوي شو بسوي؟ اعدل في اللوج. فهي برضه من ضمن الشغلات. هسا اذا مسحت اللوج مبينه بينما اذا تعدلت على اللوج مش خلينا نحكي مش صعب انه اثبتها يعني بس لسه بتكون يعني طريقه تمويه.
بالديجيتال فورنزك احنا بنسميها الانتي فورنزك تكنيك. الانتي فورنزك اني بحاول اعمل مسليدنج لموضوع الانفستيجيشن، بحاول اضلل الديجيتال اللي هو الدي اف اي ار اللي بحاول يعمل ايش انفستيجيشن. طبعا في عندك من ضمن التولز في عندك الاوديت بول، هاي تول اصلا موجوده جوا السيستم. طبعا هاي سيرفيس موجوده، بدك تحاول شو تسوي، تحاول ايش تطفيها. هاي سيرفيس بتحاول تعمل ايش تراكنج للاكتيفيتي تبعتك، فانت شو بدك تسوي فيها، بدك تعملها ديسيبل. برضه في عندك بعض التولز زي الكلير لوجز، وفي عندك برضه اذا كنا من اذا الناس اللي استخدمنا الميتيربتر اللي لما اخذنا موضوع الميت اسبلويت حكينا انه جوا الميت اسبلويت في عندنا شيء بنسميه الميتيربتر، نوع من انواع ال خلينا نحكي البيلود. هذا البيلود فيه فانكشنز كثيره، من ضمن هاي الفانكشن واحد من الفانكشن اللي بيعمل كليرنج لللوجز. طبعا برضه في عندنا مثلا من ضمن الشغلات اذا بتلاحظوا في عندنا شيء بنسميه الموست ريسنت يوز، الشغلات اللي اخر شيء انت ايش استخدمتها. يعني على سبيل المثال اذا اجينا فتحنا على سبيل المثال الكروم، عملنا رايت كليك، شو بيطلع عندي؟ شايفين تفرجوا على هاي اللي فوق، انه انا فتحت هاي الروابط اللي عملت داونلود للصور من خلالهم. اذا فتت مثلا على البي دي اف هون، لاحظوا شو اخر الملفات اللي انفتحت، 5 تيست 2 وتيست 1 وويك 1. مثلا لو جيت وين على الفايل اكسبلورر، تمام، بلاقي هاي الاشياء اللي انفتحت اخر شيء. تمام، طبعا في عندك تولز كثيره انت بامكانك يعني تحذف هاي الاشياء. طبعا اللوجز وين بتكون موجوده في الويندوز؟ في عندنا شيء بنسميه الايفنت فيور. طبعا اما بتفوت على المسار ستارت كنترول بانل، بعدين سيستم وسكيورتي، بعدين الادمنستريتف تولز، بعدين تفوت على الايفنت فيور او على السيرش مباشره. في عندك الايفنت ايش فيور، طبعا جوا الايفنت فيور بتلاقي تقريبا كل الشيء اللي بدك اياه. فانت من خلال هاي لاحظ هون في عندك اللوجز على اليمين، لاحظ هون شو في عندك خيار كلير لوج، فبالتالي انت بامكانك تمسح ايش اللوجز. طبعا يعني من ضمن فاللوج صراحه من الشغلات الضروريه، طبعا بالويندوز بنلاقيها بالايفنت فيور، باللينكس وين بنلاقيها بالفار لوج او بالفار لوج مسج. في عندنا كمان برضو احد الفايلات اللي هو الفار، في عندنا شيء بنسميه دبليو تيم الراوترات وبالسويتشات، في بيكون عندنا فولدر اسمه دبليو تيم، بيكون فيه ايش اليوزرز اللي عملوا لوجن على السيستم باي وقت دخلوا على السيستم. لانه انت منطقيا تخيل حالك مثلا تشتغل في مؤسسه وبتروح من الدوام مثلا الساعه 5 بالليل، اوكي انت موظف سيستم، جيت ثاني يوم اول شغله الصبح من شغلك شو بتسوي؟ تشيك، تروح تشيك على اللوجن، مين عمل لوجن على السيستم. طبعا عادي بسيط يعني كيف تشيك، مش هالشيء العظيم، زي كوماند لاست على اللينكس بطلع لك مين اخر واحد فتح السيستم، دبليو سي بغي، في كثير من الكوماند. على سبيل المثال لاست بطلع لك مين مثلا عمل لوجن على السيستم، او بروح على الفار اللي هي لوج، فبرضه بقدر اعرف منها. طب تخيل انت مثلا ايش هو؟ طبعا بالعكس، ما احنا بالانفستيجيشن اهم شيء عندنا الوقت، اهم شيء عندنا ايش؟ الوقت. فهو اصلا بفرجيك انه في حركه صار على السيستم. طب تخيل انت مثلا واحد داخل على السيستم مش من سيرفيس، مش حسب باللينكس في عندنا يوزرز خاصه بالسيرفيسز ونورمال يوزرز، اليوزرز اللي خاصه بالسيرفيسز ممنوع، ما بتقدر تعمل لوجن كشل. بيكون اصلا اذا بتتذكروا بالاي تي سي باس دبليو دي ككونفجريشن فايل، بتكون اخر شيء بيكون عاملين لها ماركينج ككلمه نو لوجن، اذا بتتذكروا تكون كلمه نو لوجن. طيب يعني بمعنى لو جينا لهون، لاحظوا شباب هنا في عندنا مثلا البن، البن هل هو يوزر على السيستم ولا لا؟ هو يوزر، ما هو كل بروسيس مين بده يعملها كرييشن؟ يوزر، فهي يوزر على السيستم، لكن ايش؟ سيستم يوزر وليس ايش يوزر عادي. طب هنا هل بقدر اعمل له لوجن من خلاله؟ لا ما بتقدر. وبالتالي تخيل مثلا انت لما جيت ثاني يوم الصبح تشيك على السيستم تبعك لقيت واحد عامل لوجن، معناته مباشره شو بتعرف؟ انه واحد داخل على السيستم بالليل مثلا، وهو بيكون عندك مبين ايش الوقت. طبعا في زي ما حكينا لكم الام ار يو، انت بالغالب بتشوف شو اخر الكوكي اللي استخدمها، مثلا بتشوف بالبراوزر الفايل اكسبلور، كل هاي الاشياء
انت من خلالها بتقدر تعرف هذا الشيء. طبعا خلينا نحكي الباث تبع الام ار يو من سيستم لسيستم بيختلف، ومن فيرجن تبعت ويندوز لفيرجن ثاني ايش بيختلف. ف كريجستري جوا الويندوز بال 8.1 تلاقيها في هذا المسار، بال 10 اتوقع مش في نفس المسار حسب ما اتذكر يعني، اذا ايش ذاكرتي لساتها قويه. برضو في عندنا من ضمن البرامج اللي من خلالها بنقدر نمسح اللغز شو هو؟ سي كلينر شباب، من ضمن ايش اشهر البرامج. في عندك طبعا الام ار يو بلاستر كمان بامكانك من خلاله تمسح اللغز والكوكي والى اخره، وتعمل ايش كثير من الاشياء اللي بدك اياها في جوه السيستم. طبعا في عندك بعض التولز غيرها زي الوايب، وفي عندك كلير بروج وغيرها من التولز. بالنهايه انت كبنتستر الميثودولوجي تبعتنا في السيستم هاكينج ممكن بتتم من خلال عمليه ايدنتيفاينج لا او عمليه هاكينج من خلال الباسورد، هل الباسورد صحيح ولا لا. اذا انت مثلا عملت لوجن وكان صحيح، بعدين بروح طبعا هي بالنهايه البروسيس بتبلش من عمليه ايدنتيفاينج لا الباسورد على البروتكتد سيستم، بعدين هل انت لك مثلا اكسس ولا لا. اذا كان مثلا لا يوديك على الخطوه ايش اللي بعديها، اذا كان ينزلك مثلا انك شيك على الباسورد ايش كومبلكسيتي، بعدين بدك ممكن تعمل سوشيال انجينيرنج، ممكن تشيك على موضوع خلينا نحكي رول بيزد اتاك، ممكن تعمل خلينا نحكي بروت فورس، ممكن ديكشنري اتاك، ممكن دمبستر دايفنج، ممكن شولدر سيرفرنج. كل هاي الاشياء انت بامكانك ايش تعملها عشان تحصل ايش الباسورد، او عشان تعمل باسورد ايش كراكينج. طبعا في عندك كمان موضوع الانتروجن حكينا، بغض النظر عن النوع تبعه هو ممكن استخدمه عشان شو اسوي. طبعا اما بستخدمه عشان اعمل باسورد كراكينج، او ممكن نستخدمه عشان ايش نضيف باك دور على السيستم. طبعا كل هاي الشغلات بالتفصيل شرحناها. برضو اخذنا كمان موضوع البريفليج اسكليشن، مرات انت بتعمل داونلود لتول وبتحاول ايش تزيد البريفليج تبعك. طبعا البريفليج اسكليشن في عندنا فيرتيكال، في عندنا ايش هوريزونتال. الفيرتيكال شو من صلاحيات قليله الصلاحيات ايش عاليه. هوريزونتال ايش بتكون من يوزر ليوزر بنفس الصلاحيات. غالبا الهدف من الهوريزونتال ان نعمل سبيدنج للانفستيجيشن. برضو مرات انت بطلب منك تعمل اكسكيوتنج لبعض الابلكيشن عشان تعمل هايدنج للاكتيفيتي تبعتك، او تعمل خلينا نحكي شيء معين. بس هاي تقريبا كلها موضوع الابلكيشن كلها تابعه لايش اذا بنتذكر موضوع المالويرز اللي بنحطها جوا الكمبيوتر. واخر شيء اذا بدك تعمل هايدنج لفايلز فعندك طرق كثيره، اشهر الطرق اللي اخذناها اللي هي موضوع الستيجانوغرافي. بالنهايه الهدف تبعك انت كاتاكر لما تكون جوا السيستم بدك تحاول تمسح الاثر تبعك، انه ما تثبت انه والله انه انت كنت موجود او شو الاشياء اللي انت ايش عملتها.